قول ربنا جل وعلا ووصينا، هذا يدل على أنه ينبغي للعبد أن يكون بره لوالديه لأنهما وصية الله جل وعلا إليه. وما نقرأه في كتب القراءات ودروس المطالعات شيء حسن أن يذكر لك الكاتب أو المؤلف ما يدفعك لأن تبر والديك، لكن ينبغي أن يكون الباعث الأول في برنا لأمهاتنا وآبائنا أن الله جل وعلا أوصانا بهما. فلو تغيرت عليك والدتك وتبدل عليك والدك وأغلظ أحدهما في الخطاب أو كلفك أحدهما ما لا تطيق، فقبل أن تدفعك نفسك إلى أن ترفض تذكر أن العلي الأعلى أوصاك بهما وكفاك.